انضموا إلينا في مهمة خاصة لحماية كوكبنا الفريد وما فيه من سر الحياة بصحبة أبرز الحالمين ببيئة أفضل لكل منا ولمن بعدنا. وسواء جئنا من الأمس أو اليوم، عشنا في شرقه أو غربه، سواء ملكنا الكثير أو القليل، يدعونا كوكبنا المدهش أن نستمتع بمشاهده، ويستحق منا مزيدا من العمل ومزيدا من الحماية. نحفظ ما فوق الأرض، نحمي ما تحتها، ونستجمع جهودنا في يوم الأرض.